الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لي أن أدرس في المساجد بعض الكتب مثل كتاب التوحيد والأربعين النووية وأخصر المختصرات في الفقه؟ تقول: علما أنني طالبة علم مبتدئة، ولكن الحي الذي أسكن فيه بحاجة ماسة إلى العلم، وألاحظ عليهم بعض الجهل ونقص في العلم، أفيدونا مأجورين؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان يعلم ما يقول من العلم وعنده خبرة ودراية بما يدرس الناس ويعلمهم، فإنه يجوز له أن يدرسهم الشيء الذي يعلمه، بل ينبغي له أن يعلم المحتاجين ما يعلمه. فالإنسان يدرس بحدود ما يعلم، حتى ولو كان آية، فإذا علم آية وعلم معناها ومدلولها وتفسيرها ثم ألقاها إلى غيره فيكون قد بلغ العلم. فالواجب على كل من تعلم أن يعلم غيره في حدود ما تعلمه، فلا ينبغي أن يقحم نفسه في أمور ومسائل لا يعلمها، أو أن يدخل في دهاليز من خلاف العلماء، أو في دقائق علم هو لا يفقهه، فيكون حينئذ قد قال على الله عز وجل ما لا يعلم. وهذا الأمر في طلاب العلم وفي طالبات العلم، في الذكور والإناث والإنس والجن. لا يجوز للإنسان أن يعلم غيره شيئا من العلم إلا إذا كان هو عالما به، حتى وإن كان قليلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وقد كان الأعرابي تارة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا من الدين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الإسلام والصلوات والزكاة، ثم يأمره أن يذهب معلماً لقومه حتى يكشف الجهل عنهم. في جلسة واحدة يتعلم شيئاً من العلم ثم يرجع منذراً قومه فهذا هو الذي ينبغي، على الإنسان إذا تعلم شيئاً أن يعلمه غيره في حدود ما تعلم. فهذا قول وسط بين من قال لا ينبغي للإنسان أن يتأهل لتعليم الناس إلا إذا بلغ الرتبة العليا في العلم، وبين من قال بل يعلمهم ما تيسر حتى ولو كان عن طريق التجارب ليس عن طريق البراهين والأدلة. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، بل الحق أن الإنسان إذا تعلم شيئا من الدين وضبطه وعرف أدلته وعرف الراجح من أقوال العلماء في مسائله الخلافية، فإن له أن يعلم غيره في حدود ما تعلمه فقط. لا يجوز له أن يسكت مع حاجة الناس لما في قلبه وصدره من العلم، ولا يجوز له أن يبالغ وأن يفرط وأن يغلو في تعليم الناس فيدخل نفسه في تعليم أشياء هو لا يعلمها، وإنما يكون تعليمه في حدود العلم، في حدود ما يعلم. فإذا أردت وفقك الله عز وجل أن تفتحي درسا للنساء في المسجد، لأخواتك النساء في المسجد، وتدرسينهم المقدار الذي تعرفينه من هذه الكتب المذكورة، مع شدة التحضير والحرص على التحضير والمراجعة والنظر في شروحات هذه الكتب، فلا بأس عليك، وفقك الله. هذا أمر طيب، هذا أمر تشكرين عليه، فإن التدريس في المسجد ليس من خصائص الرجال، فالرجل يدرس الرجال والنساء، والمرأة كذلك تدرس النساء فقط. ولكن لا ينبغي للمرأة أن تنصب نفسها في المسجد معلمة للرجال، لأن هذا لا يعرف من فعل السلف ولا من أحوال أهل العلم، ولا يعرف في بلاد الإسلام ذلك. لكن المرأة إذا سئلت عن مسألة وهي في بيتها فلا حرج عليها أن تجيب، حتى ولو كان السائل رجلا، فقد كانت تابعون يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها عن كثير من المسائل وهي في حجرتها فتجيبهم من وراء حجاب. ولكن أن تنصب المرأة نفسها مدرسة في المسجد للرجال فهذا لا يجوز،
لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام. ولكن إذا كان المقصود أنك ستفتحين درسا للنساء في المسجد في مصلى النساء مثلا، إذا صلينا العشاء أو المغرب يجلسن معك لتعلمينهن وتفقهينهن في دينه في دينهن، فهذا على حدود ما تعلمينه، فهذا أمر تشكرين عليه وبارك الله فيك وأبشري بالخير. لكن أوصيك بالازدياد من العلم وقوة التحضير والسؤال عما أشكل عليك في هذه المتون في ألفاظها وفي معانيها وأدلتها، ولا تبخلي على نفسك بكثرة القراءة شروح هذه المتون. زادك الله توفيقا وحرصا على العلم والتعليم، والله أعلم.